بخصوص المفاوضات الجارية في القاهرة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الإشارات المبكرة من القاهرة تشير إلى أن النقاشات الجارية بناءة، وأضاف في إفادة غير مصورة أن محادثات القاهرة ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما نقل موقع أكسس عن مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من بنيامين نتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية الأربعاء الموافقة على سحب القوات الإسرائيلية من جزء من الحدود بين مصر وغزة، وذلك خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن حتى تتمكن المفاوضات من المضي قدماً. وأضاف الموقع نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين أن نتنياهو وافق جزئيا على طلب بايدن بالانسحاب من موقع عسكري واحد في محور فيلادلفيا. كما ونقل موقع أكسس العسكري موقع أكسس عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ومصر قلصت الخلافات بينهما خلال محادثات القاهرة الليلة الماضية بشأن نشر قوات الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا. في السياق دانت حركة حماس التصريحات التي أدلى المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وينسلاند بشأن التطورات الأخيرة في غزة والمنطقة، وطالبت حماس في بيان لها وينسلاند بتراجع عما سمته المغالطات والالتزام بحدود المهمة الموكلة إليه لتكون مرجعيته القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة. وأضافت حماس أن وينسلاند يتحدث بشغف عن معاناة الأسرى الصهاينة ونسي آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عقود في ظروف لا تليق بالبشر وفق البيان. وختمت بأن وينسلاند يساوي بين المعتدي والمظلوم ويخالف القانون الدولي ويتبنى رواية الاحتلال التي تبرر عدوانه على شعبنا وفق حماس. ينضم إلينا عبر الهاتف جهاد طه الناطق باسم حركة حماس. سيد جهاد، مرحبا بك. أبدأ معك من هذا البيان بخصوص المنسق الأممي والذي اعتبرتم أنه يتخذ رواية الاحتلال وينطق بها ويبرر عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما هي التفاصيل المتعلقة بهذا البيان وكيف تابعتم تقرير المنسق الأممي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك طبعا أن كلام المنسق الأممي وينسلاند حقيقة لا يعكس الحقيقة على أرض الواقع، وبالتالي حتى هذه اللحظة للأسف الشديد الأطر الأممية بما يمثله وينسلاند لا تستطيع أن تميز ما بين الضحية والجلاد، رغم مئات وآلاف المجازر التي ارتكبت على مدار أكثر من 10 أشهر في قطاع غزة. هذه المجازر التي وصلت إلى حد حرب الإبادة والمحارق النازية بأبشع الصور حقيقة لم يستطع اليوم أن يكون هناك شيء من العدالة الأممية أو الدولية تجاه ما يجري من مجازر وجرائم يرتكبها الاحتلال بحق كل مقومات الحياة في قطاع غزة، وليس فقط بحق البشر إنما بحق البشر والحجر وكل ما 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 يتنفس حقيقة بالحياة في قطاع غزة. وبالتالي هذا الموقف الأممي هو موقف غير عادل بالنسبة إلينا. كان الأجدر بالأمم المتحدة وبما يمثل السيد وينسلاند أن يجري عمليات تحقيق وأن يرسل فرق تحقيق أممية كي تحقق في الجرائم والمجازر الصهيونية التي ارتكبت بحق الأطفال وبحق المستشفيات وبحق كل مقومات الحياة في قطاع غزة. وبالتالي هذا 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 طبعا الموقف لا ينسجم حتى مع المواثيق الدولية التي كفلتها الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية والإنسانية. وبالتالي اليوم كان الأجدر بالسيد وينسلاند أن ينظر إلى أكثر من 12 ألف أسير داخل سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب،
كان الأجدر أن ينظر إلى عشرات الآلاف من النازحين في مخيمات النازحين الذين يتعرضون كل يوم وكل لحظة إلى عمليات تهجير قسري في قطاع غزة. كل هذا يتنافى مع كل الأعراف الدولية ومع كل المواثيق الدولية. أما اليوم أن يأتي بموقف حقيقة يحاول أن يوازي به بين الضحية والجلاد، فهذا بالنسبة إلينا أمر مرفوض ولن نقبله بأي حال من الأحوال. طيب سيد جهاد، بخصوص المفاوضات وهي الشأن الذي يتابعه القاصي والداني وتحديدا من داخل قطاع غزة، إلى ماذا آلت الأمور؟ الأمريكان يقولون تكذيبا لكل التقارير الصحفية التي خرجت بقرب انهيار هذه المفاوضات أنه بالعكس هناك تقدم في هذه المفاوضات، وهذا التقرير الذي قرأناه قبل قليل يقول إن هناك ما يشبه تقارب وجهات النظر بين مصر وإسرائيل بخصوص بقاء الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، على طول محور فيلادلفيا. وأقصى ما قدمه بنيامين نتنياهو لبايدن هو التخلي عن نقطة وحيدة لأجل تمرير المرحلة الأولى من المفاوضات أو من الصفقة. دعيني أقول في هذا الشأن في موضوع المسار التفاوضي، هو طبعا أولا يعني الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني يتبادلون الأدوار حقيقة في موضوع يعني إرسال رسائل للرأي العام أن هناك تقدم في المفاوضات وفي المسار التفاوضي. ما يجري في المفاوضات التي طبعا لم تشارك بها حركة حماس حتى هذه اللحظة لا يعكس رغبة إسرائيلية حقيقة في إنجاح الجهود والمساعي التي تبذل والتي الآن ما زالت حتى هذه اللحظة تبذل في القاهرة. وبالتالي التعنت، سياسة التعنت الصهيونية والعرق والعرقلة والمماطلة التي دائما يسعى من خلالها رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو إلى إفشال المفاوضات، وهذا ما حصل في كل محطات التفاوض بهذا الإطار. وبالتالي اليوم التمسك أو التعنت بأن يبقى الاحتلال موجودا في محور فيلادلفيا وفي معبر رفح وفي نتساريم، وأن يضع قيود على عودة النازحين ويضع قيود على إطلاق سراح بعض الأسرى من الأحكام المؤبدة، بالتالي كل هذه عراقيل يحاول من خلالها إفشال كافة الجهود والمساعي التي من شأنها أن تفضي إلى وقف العدوان ووقف إطلاق النار. وبالتالي إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة حقيقة في هذا المسعى، عليها أن تمارس ضغوطها بكل ما تحمل الكلمة من معنى من أجل إرغام وإلزام الكيان الصهيوني بما تم التوافق عليه في 2 يوليو الماضي، لأن اليوم هذا الموقف الذي طبعا أبدت فيه مرونة وإيجابية حركة حماس ومن خلال الموافقة على ما تم التوافق عليه في 2 يوليو مع فصائل المقاومة الفلسطينية، هو يشكل أرضية مناسبة حقيقة لطبعا إنجاح الجهود والمساعي وإنجاح هذا المقترح. وبالتالي ما نطالب به اليوم هو أن يكون هناك آليات عملية. نحن لسنا بحاجة إلى مزيد من المفاوضات وإلى عقد لقاءات، نحن بحاجة إلى ترجمة خطوات عملية بما تم التوافق عليه في 2 يوليو من أجل بلسمة معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني ومن أجل معالجة كل آثار ومخلفات العدوان على المستوى السياسي والإغاثي والإنساني وعلى كل المستويات. وبالتالي المجتمع الدولي مطالب اليوم أن يقوم بدور حقيقة وأن يسعى باتجاه إيجاد حلول، وأن يكون هناك إنجاح لهذه المساعي وهذه الجهود. وبالتالي حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ستكون منفتحة على كل القضايا التي من شأنها أن تخدم قضايا شعبنا الوطنية والاجتماعية والإنسانية وغيرها من القضايا الأخرى. طيب صراحة سيد جهاد، لدي سؤال متعلق بتلك التصريحات التي تخرج من المسؤولين الأمريكيين والتي
دائما ما تنتهي بإسرائيل قبلت بالصفقة، إسرائيل قبلت بالمفاوضات، إسرائيل قبلت بما أعلنه بايدن، وعلى حماس الآن أن تقبل، وعلى حماس الآن أن تشارك، وعلى حماس الآن. هذه اللغة الاستعلائية التي يتم استخدامها في كل مرة من المرات، على الرغم من أن إسرائيل في غالب المرات السابقة إن لم يكن كلها هي التي أفشلت كل جهود المفاوضات. دعيني أقول في هذا الشأن أن دائما الموقف الأمريكي هو موقف منحاز إلى جانب الاحتلال الصهيوني وإلى جانب بنيامين نتنياهو، وبالتالي اليوم إذا كانت الإدارة الأمريكية حقيقة جادة بما تقول عليها أن تترجم هذه الأقوال أفعالا على أرض الواقع، وبالتالي كل ما تريده الإدارة الأمريكية من خلال إطلاق هذه المواقف لمسؤوليها هي تخفيض حدة التوتر في المنطقة بعد عملية الاغتيال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استهدفت رئيس المكتب السياسي الأخ المجاهد الشهيد إسماعيل هنية، وأيضا الاستهداف العاصمة اللبنانية بيروت من خلال اغتيال السيد محسن أحد قادة المقاومة في لبنان. وبالتالي عندما يتوتر الوضع إقليميا الإدارة الأمريكية تسعى إلى تخفيض هذا التوتر، وبالتالي هذه المواقف كان هدفها الأساسي هو خفض التوتر في المنطقة، وإلا هذه الأقوال التي دائما كنا نسمعها على خاصة على مدار الشهرين الماضيين لم نرى أي ترجمة فعلية على أرض الواقع، ولم نرى آثارها حقيقة إن كان هناك ضغوط على الحكومة الصهيونية لم نرى أي أثرا إيجابيا، بل بالعكس رأينا هناك مراوغة وهناك خداع دعيني أقول من رئيس الحكومة الصهيونية لكل المسؤولين في الإدارة الأمريكية من أجل استمراره في عدوانه ومن أجل التشبث بمواقفه، إن كان من خلال تواجده في فيلادلفيا ومعبر رفح والتمسك بالشروط التي وضعها مؤخرا. كل هذا طبعا يفضي إلى حماية مستقبل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، حماية مستقبله السياسي، وخوفا من اليمين المتطرف الصهيوني حقيقة من الانسحاب من الحكومة وإفشال عمل هذه الحكومة، وبالتالي سيكون في مواجهة الملفات القضائية وتحميله الفشل والعجز الذي رافقه على مدار العشرة أشهر من هذا العدوان.